السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخوتي أخواتي؟ اليوم سنشرح طريقة سهلة ولذيذة وصحية أكثر لعمل برجر بالمنزل. يلا نبدأ على بركة الله. في البداية كنحتاج لحمة مفرومة مع بصل وتوابل حسب اختياركم، أنا مجهزاها لاختصار الوقت. كنخلطوهم مزيان وكناخدو منها شوية على قد القياس البرجر اللي احنا حابينه. كناخدو واحد بلاستيك وكنديرو فيه هذيك الكرة وندوروها باش يجينا القياس متساوي. كنحاولو نبسطوها بهذه الطريقة، عاد كنفتحو عليها. من بعد كنضغطو براحة اليد من الوسط تاعها باش توزع بطريقة متساوية، وكذلك خلو الوسط سمك تاعو أقل من الجوانب أو الحواف تاع البرجر. كندهنو مقلاة خاصة بالبرجر بشوية ديال الزيت أو القليل من الزيت. كنحطو قطع البرجر كيف نبداو نحسو بيهم، بداو تتحمرو تنقلبوها. من بعد ما كيتم النضج تاعهم كنحطو قطع ديال الجبن خاصة بالبرجر. كناخدو الخبز اللي سبق ووريتكم طريقة ديالو، اللي هو خبز ديال البطاطا، تنقطعوه على جوج. من بعد كندهنوه بالزبدة. كنحطوه فوق المقلاة يتحمر شوية. هذا الشكل تاعو. كنحطو قطعة البرجر مع قطعة مخلل الخيار، كذلك قطعة بصل وطماطم وخس. كنضيفو المايونيز وكذلك الخردل أو الكيتشوب على حسب اختياركم، والبرجر صار عندنا جاهز. نتمنى تكون عجبتكم الطريقه ديال البرجر، صراحه كيجي زوين بزاف خصوصا مع الخبز ديال البطاطا اللي وريتكم. ما تنساوش اللي ما اشتركش في القناه يشترك، وشكرا على المتابعه.